كاي غادي تدخل قبرك وحدك يا اخي، تدخل قبرك وحدك، ادخلها بقلب سليم، باه تصب القلب، باه تصيب ذاك القبر روضه من رياض الجنه. اللي قنت تقول كيما قلت لك في الحصص اللي فاتت، تتفكر الناس لك تحسدهم وتخاف ربي وتقول انا علاه اني حاسد فلان وفلانه، انا علاه ما نعيش بقلب سليم، انا علاه ما نتواضعش ونقي ذا القلب. كيش تنقيه؟ تطلب ربي وتصدق في الطلب. لو كان يعلم ربي منك الصدق وصحيح راك باغي تنقي قلبك، يعاونك باه تنقيه، يعطيك القوه باه تدعي للاعداء، للاعداء تاعك، يعطيك القوه باه تسلم على واحد يدور وجهه، يعطيك القوه باه تلقي السلام على واحد اللي ماشي يرد، يعطيك القوه باه تزور اهلك لهم نايفينك، يعطيك القوه. هذه مشي بطوله، مشي انت تديرها، لانك نجم انت تسقم الجسد تاعك، تروح صاله وتخدم، تفتل الجسد تاعك. ولكن رسول الله ماشي قالك هذا القوي من يملك نفسه عند الغضب. احنا القوه في هذه الامور، ها هي وراه القوه، القوه اصيل من قاطعني، هذا هو، اصبروا على من ظلمني، اعفوا عمن اغتابني، هذه هي القوه. انت غادي تدخل